Ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Tace Zainab Bala'edi daga makarantar Adabi Bakin Kwata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'dallah la yukhlifu Allah wa'dahu walakin akthara an-nas la ya'lamun ila qawlihi jalla sha'anuh. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. حسبك. السؤال الثاني. أول سورة الصاد إلى قوله تبارك وتعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد نعم. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة و
وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا عجاب. نعم إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا ما سمعنا بهذا في مل في الملة إن هذا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب حسبك ثم التجويد أأنزل أنزي الإخفاء أي نوع من الإخفاء حقيقي وكم حروف الإخفاء؟ 15 اذكرها مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت صب ذا ثنا كم جار شخص قد سمع دم طيبا زل في تقاضع ظالما أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في الإظهار الشفوي وكم أحكام الميم الساكنة؟ ثلاثة بارك الله فيك ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu